للطاعن النائب محمد دحلان، ونحن نودع هذه الأمانة بين جنبات ووجدان وحكمة محكمتكم الموقرة، فإننا لا ننشد غير العدل والمشروعية لموكلنا ورفع الظلم الذي وقع عليه وعلى أسرته ومنتخبيه، وذلك بإصدار حكمكم المؤزر بقبول الطعن موضوعاً وتقرير عدم دستورية القرار بقانون الطعين وإلغاء وإبطال وعدم دستورية ما ترتب أو ارتبط به من آثار. العامة تصر على طلبها الأخيرة صاحب الشرع، ألا وهو الدفع بعدم اختصاص محكمتكم الموقرة بنظر ذلك الطعن، لأن الحقيقة في أي قرار هو بطبيعته وليس بما يوصف به، فالقرار الطعين هو في حقيقته قرار إداري فلا يحمل صفة القانون التي هي صفة التجريد والعموم، فهو كشف عن أمر واقع بأنه ليس هناك حصانة لمفهوم معين، ولذلك المجلس التشريعي يوجه الفلسطيني إلى المحكمة الإدارية العليا الأمان للشعب إذا أراد الطعن في ذلك. ولكن نحن يعني مرافعة النيابة انصبت بشكل جوهري على أن هذه المحكمة غير مختصة، أن المحكمة الدستورية غير مختصة بنظر هذا القرار المطعون فيه، باعتبار أنه قرار إداري ويقبل الطعن أمام محاكم محكمة العدل العليا، وهذا يعني مجافاة لكل المنطق القانوني والدستوري، حيث أن مهام وصلاحيات المحكمة الدستورية قد جاءت مطلقة على أي عمل مهما كان نوعه إداريا تشريعيا قضائيا إلى آخره يتجاوز حدود قواعد القانون الأساسي، وبالتالي هذا مناط اختصاص المحكمة، ولا يمكن ولا نتوقع أن يتم الذهاب بهذا الاتجاه بالمطلق. نحن لن نستبق قرار المحكمة، وفي اعتقاد أنه يعني لدى قضاؤنا يعني ما يكفي من النزاهة والاستقلال حتى يقول كلمته الفصل في هذه المسألة، لكن المجادلة بيننا وبين النيابة العامة هي مجادلة في القانون وفي النصوص القانونية. المحكمة استمعت لمرافعات الطرفين، ومن ثم هي ستطبق نصوص القانون الأساسي بحذافيرها، وهذا ما سيكون عليه القرار، ولن نستبق الأحداث إلى ما تذهب إليه. لكن بالمجمل إن يعني عدم إخضاع القرارات بقانون صادر عن لفخامة الرئيس للرقابة الدستورية هي ستشكل كارثة قانونية بمعنى الكلمة، يعني المذكرة جاءت يعني هشة ومرتبكة ولم تتوافر فيها أي سمة من سمات التي اشترطها القانون الأساسي، وهي أصلا مقدمة لجهة غير مختصة.